شيرين من لبنان، مساء الخير مرة تانية. شو اللي بيدفع الامرأة المطلقة انها تتزوج زواج متعة؟ اقتضاء حاجة جنسية. نعم. شو بيدفع اكتر من هيك؟ فقط. قلتي لي هالشي باول حلقة، عم برجع اسألك اياه لارجع استفسر منك اكتر. شيرين خبريني، شو هو زواج المتعة؟ بتقابل انا وشغلي. كيف بتصير الشغلة؟ بتقابل كيف بتصير الزواج؟ بشوفه بيشوفني، بدنا نعجب ببعض. بيقول لي بتقبل تتجوزيني بالمطعم؟ هيدي السر بيني وبينه، بالنسبة لإلي بالنسبة لإله. مثل ما زواج المسيار، يعني سر بيني وبينه. بعدها بنتفق على الزواج. بيقول لي هل تقبلين أن تمتعيني نفسك؟ بقول له نعم. بيقول لي مهر قدره لمدة ساعة، شهر، ساعتين، حسب ما الاتفاق بيني وبينه. وبس نخلص حاجتنا الجنسية بنجرى. يقول لي وفت المدة، أما أنا بقول له وفت المدة عادية. قبل ما أحكي عن كم موضوع، أنا بدي أرجع أكرر المذهب الشيعي، يعني المذهب السني أجاز زواج المسيار، المذهب الشيعي أجاز زواج المتعة، هو زواج مؤقت لمدة محددة، ومن أركانه مثل ما أنت حكيتي في عقد وفي مهر. السؤال، العقد هون هو فقط عقد شفهي او عقد مكتوب بينك وبينه؟ لا، شفهي. ليه ما بتعمليه مكتوب؟ عشان تضمني حقوقك اكثر بعدين، انه في عندك ما عقد مكتوب. لو بدي اتجوز جواز عقد مكتوب كنت تجوزت جواز شرعي. خلص، ما انا خلص بدي اياه سريه بيني وبينه. اثنيناتهم شرعيين، يعني الزواج المؤقت والزواج الدائم عند المذهب الشيعي. بس انت عم تقول انه جواز ورقه يعني شرعيه قدام العالم كله. لا، فيها تكون بينك وبينه مشان تحفظ حقوقك. انا بدي اياه اقتضاء حاجه جنسيه، ما بدي احفظ حقوقي. خلص بيني وبينه. المده بتحدديها على اي اساس؟ حسب ما اوقات في زواج متعه بطول، يكون زواج 4-5 شهور، في يكون زواج طويل المدى يعني بس فترته محددة. انت اجمالا الزيجات اللي عملتيها شو بتكون مدتها، وكيف بتحدد، كيف بتحددي المدة؟ بالعقد بحددها. كيف ايه قديه يعني بتحديها؟ شهر، حسب مثلا واحد حبيته حددت اخر مرة 4 اشهر عساس كان في نكمل زواج، بس ما صار فيه. خلص كان متعة، وبعدين اتفقنا على زواج وخلص فصلنا كل شيء، انتهى كل شيء. والمهر قد ايه بيحدد؟ هيدا الشيء خاص بيني وبينه، انه عادي ممكن ما يكون في مهر، ممكن يكون في مهر، ممكن يكون 1000 ليرة، يمكن يكون $1,000,000، ما خاص. انت بتنقي المهر اجمالا قد ايه بيكون؟ هيدا اتفاق بيني وبينه، يمكن نعترض على المهر عادي. بتختلفوا على الموضوع المادي؟ اختلفت قبل مرة على الموضوع المادي؟ انه ما بيهم المادة، نحن بدنا اقتضاء حاجة جنسية. نعم. بس انه قلتي لي اختلفتوا على المادة، الأولوية بالنسبة إلك هي لقضاء حاجة جنسية أو المادة أيضا؟ قلتي لي اختلفنا على المادة. ايه مزبوط، بس انه أنا اقتضاء حاجة جنسية أكثر، بس مادة آخر شيء ما بفكر فيه، عادية خلص. بس اختلفتي قبل مرة على المادة؟ طبعا. لماذا اللجوء الى الزواج؟ يعني عفوا، انا لا اشرع علاقات خارج اطار الزواج، بس ليه رحتي على زواج المتعه؟ لاقضاء حاجه جنسيه. وين بتلتقوا؟ حسب، يا ببيتي يا ببيته يا باوتيل، هيدا الشيء انه عادي كل مره. اي حقوق بتتنازلي عنها؟ انه الزوجه في عندها حقوق، النفقه والسكن. اول شغله نفقه ما بطلبها منه، لانه ما عندي اولاد منه لحتى اطلب نفقه. بس هيدا اكراميه منه، مثلا هيدا اذا كان مزوي اما شيء بيصرف علي. بيت، ما عندي بيت، مش ضروري. يعني فيك تتفق انت وياه على هالشيء؟ فيك تقولي مش تضمن حقوقك اكثر كامراه، فيك تطلبي منه، يصير في اتفاق بينك وبينه انه ايضا بدي نفقه وبدي سكن. مزبوط، بس انا مش بحاجه لهم لحتى اطلبهم. إذا بدك تنهي العقد بينك وبينه قبل بوقت، يعني قبل ما حددتوه أنتو، كيف بينتهي العقد بينك وبينه؟ خلص ما بقعد شوفه لا بيشوفني. لا، بس إذا بدي ينتهي العقد بساعة المدة بقول له وفت المدة، أما بيقول لي وفت المدة هو. يعني خلص، خلصت المدة، بدنا نجدد من جدد. كيف بتجددي؟
نرجع نفس الكلام هو زاده، انه متعتك نفسي لمهر قدره لمدة ساعة وخلص نبلش. اول مرة تزوجت متعة كان متزوج؟ ايه. ليه تزوجتي اول مرة متعة؟ يعني كان بيعجبك؟ كان في حب؟ كان في انجذاب لإله؟ ام بس رغبة جنسية؟ رغبة جنسية. ما كان في اي حب اي ابدا. شو اللي بيدفع رجل يتزوج متعة؟ ليه ما بيتزوج زواج عادي؟ يعني من خلال تجربتك، ليه الرجل بيروح لزواج متعة؟ اذن لانه اول شغلة بكون حاج. نعم. وما بدي يعمل حرام. انه انا هيدا اسمه حرام اذا بده انه نعم يعمل شيء مش بالمتعة، يعني واذا ما كان جواز عادي. بس هل الاسباب الاقتصادية بتلعب دور ايضا؟ انه لا طول ما مطلوب منه لا نفقة ولا سكن، هل ممكن يكون هيدا الشيء اساسي بالنسبة له؟ اي كمان. اوكي، هيدا على الرجل العادي. الرجل المتزوج، اذا متزوج وعنده امرأة، ليه بيروح لزواج المتعة؟ بيكون في خلاف بينه وبين مرته. أيضا. كم مرة تزوجت زواج متعة؟ شي 9 مرات. ب9 مرات بقد ايه فترة زمنية؟ حسب، بس أكثر فترة كانت 4 أشهر. وقد ايه الفترة، يعني 9 مرات بظرف قد ايه؟ فترة طلاق بيني وبين جوزي، يعني فترة بيني وبين طليقة، يعني من شي سنة وثلاثة أشهر صاروا 9 مرات. بسنة 3 أشهر 9 مرات؟ ما في شي يضحك. لا ولكن أبدا، يعني مش ما في ضحك أبدا، بالعكس أنا أناقش معك الموضوع، وبتمنى إذا في أي ردات فعل باستوديو نضبط حالنا عم نتناقش ب أوكي. بس بدي أحكي للي يضحك أنه مش سما صاحب عم بتجوز عادية. شو؟ مصاحبة من زلمة لزلمة بتسمى شيء نعم تاني. وعم نحكي انه من منطلق المذهب الشيعي شرع هذا النوع من طبعاً من الزواج، انما بشروط. بدي اسالك هون سؤال، قلت لي تقريبا بسنة 9 مرات، بس ولكن في موضوع اساسي، يعني لازم يكون في العدة لازم تمرق بين رجل واخر. ما في عدة بالمطعة. كيف بلا في عدة؟ ما في عدة. يعني انا بالاخر عملت شغلي قبل ما اجي على الحلقة واتصلت برجال دين قالوا لي لازم يكون في مدة، يعني انت ما بتعرفي هالموضوع عم تطبقين زواج متعه بطريقه خاطئه. لا انا بعرف هالموضوع، بس ما في عبد بالمتعه، لانه ما له طلاق، ما له خليفه. شو ليكون في عبد؟ بس وقت تكون ما بتخافي من العواقب؟ مثلا يكون في حمل مثلا وانت في عقد شفهي بينك وبينه؟ طبعا لا ما بخاف، لانه بكون انا عارفه حالي شو بدي اسوي. واذا صار في حمل؟ بدي روح. اف؟ هيدي قتل روح، قتل نفس. والله؟ نعم. طب ما هيدي سريه بيني وبينه. مشان هيك انا كنت عم بسالك قبل، انه اذا كان في عقد مكتوب بينك وبينه، كتبتي بينك وبينه، اذا يعني بعدين بالاخر بالمذهب الشيعي الاولاد يعني من زواج متعه ينسبون الى الزوج الاولاد من خلال فحص الدي ان اي. والله؟ نعم. ما عندي فكرة بهالشيء أنا. ما كنت لازم تعرفي هالشيء قبل ما تعملي هالخطوة؟ بالنسبة للأولاد من حق البي إذا جبتهم بالمتعة، الشيء أكيد ما حيقبل إنه بالمتعة جبت الولد بده يقبل إنه يكون على اسمه قد ما كان. حسب البي يعني كمان. دمعة شيعي، دمعة شيعي عين لا ترى. يا من أضحك يا من أبكى. الله خلق الإنسان وكرمه بالعقل، زين ما سألتي نفسك؟ ولو إذا صابتنا مصيبة أو إذا مرضنا ندعو نتوسل ونستشفع بالأمة، إذا هم يملكوا شفاءنا ورفع الكرب عنا، ولو ما شاف نفسه زين العابدين، كان مريض عليين من ولادته لين ما، ولو ما شاف نفسه أو أحد من أسرته شافه، سألي نفسك.